حرية الجسد في العالم العربي؟ الحرية هي حرية المسؤولة. عليش المرأة بالذات يعري رجل نفسه في الشارع؟ من قال بهذا الكلام؟ أنت في هذا الكلام وضعت سقفاً لهذه الحرية. وندخل في كفر وصفارات وماسونية. أنا ما أكفرك يا لا 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 لا. في ازدواجية في المعايير بزعم أن هناك ضرورات أمنية ندعو إلى حظر النقاب. جدل الليلة التاسعة مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.